هنا المحور الإنساني، وهذه دورة علم وظائف الأعضاء. أهلا بكم بوصفنا الجهة العلمية الأكثر مصداقية والتي تعمل بتراخيص رسمية وحكومية، فقد ارتأينا وقررنا أن تكون هذه الدورات التعليمية هديتنا لكم وللعالم. وقد تأسس المحور الإنساني العالمي للتنمية والأبحاث عام 2015، وعقد ندوات ومؤتمرات وأقام أنشطة في عدد من دول العالم، من بينها الأردن والجزائر ومصر وتونس وسلطنة عمان والكويت والعراق وبولندا وأوكرانيا وغيرها. أما عن هذه الدورات فإنها غنية بمحتواها ومضامينها، بحيث تمنح المشترك فيها المعرفة والفائدة في مجالاتها كافة. وسنبدأ في هذه الدورة بالحديث عن علم وظائف الأعضاء، ودعوني أنوه إلى شيء مهم. في هذه الدورة سنتحدث عن علم وظائف الأعضاء بشكل عام وعن ماهيته وبعض المجالات التي يقوم بدراستها. بالطبع لن نستطيع في هذه الدورة فقط أن نتطرق إلى علم وظائف الأعضاء بشكل كامل، سنتطرق هنا إلى أساسيات في علم وظائف الأعضاء، لأننا جميعا كما نعلم بأن علم وظائف الأعضاء علم واسع جدا. بداية لنعرف أن علم وظائف الأعضاء أيضا يعرف بعلم الفسيولوجيا. علم الفسيولوجيا وكما يعرف بعلم وظائف الأعضاء هو أحد فروع علم الأحياء الذي تطور لاحقا ليصبح فرعا مستقلا كاملا خاصا به، والذي يقوم على دراسة الأعضاء الحيوية داخل جسم الإنسان ووظيفة كل عضو منها وكيفية عمل هذه الأعضاء داخل الجسم وكيفية عملها أثناء استجابتها للمؤثرات الخارجية. فهي تبحث حول كيفية عمل الأعضاء الفردية مثل الرئتين والقلب ووصولا إلى جسم الكائن الحي وهذه العمليات كذلك ككل، كما تبحث في تأثيرات هرمونية على السلوك الإنساني وعلى وظائف الدماغ. وبحسب معجم من معين فإن علم الفسيولوجيا هو العلم الذي يقوم بدراسة وظائف وأنشطة المادة الحية والتي تتضمن الأعضاء والخلايا والأنسجة والظواهر الكيميائية والفيزيائية. ولننوه هنا كذلك أن علم وظائف الأعضاء ليس علما مستقلا بحد ذاته، فله تاريخ واسع منذ القدم إلى اليوم. كذلك لا ننسى أن علم وظائف الأعضاء يعتمد على العلوم الأخرى مثل علم الكيمياء والفيزياء، وهما مرتبطان جدا بعلم وظائف الأعضاء ولا يمكن لعلم وظائف الأعضاء أن ينفصل عنهما. الآن سنتحدث عن مجال دراسة علم وظائف الأعضاء. بداية سنتحدث عن مجال دراسة فسيولوجيا الإنسان. بداية ففسيولوجيا الإنسان فيما يأتي لها نظم رئيسية يقوم عليها هذا العلم. بداية الجهاز الدوري أو جهاز الدوران عفوا، ويشمل الأجهزة والأوعية الدموية والقلب وخصائص الدم وكيف تعمل الدورة الدموية في حالة الصحة والمرض، وكذلك يشمل في حديثه الدورة الدموية الكبرى والدورة الدموية الصغرى. الجهاز الهضمي يتضمن دراسة الكبد والطحال والبنكرياس وكل ما يخص الطعام منذ لحظة دخوله إلى الفم إلى لحظة خروجه من الجسم. الغدد الصماء وتشمل الغدة النخامية والدرقية والغدة الكظرية والغدد التناسلية وغيرها. الجهاز المناعي وهو نظام طبيعي يقوم بالدفاع عن جسم الإنسان ضد أي عوامل خارجية قد تسبب له الأذى. الجهاز التكاملي يتكون من الغدد الدرقية والغدد الدهنية والجلد والشعر والأظافر. الجهاز العضلي الهيكلي يتكون من الأوتار والعضلات والغضاريف والأربطة. أما عن الجهاز العصبي يتم دراسة الذاكرة والحواس والفكر وطريقة عمل الأعصاب في الجسم، ويعتبر الجهاز العصبي من أدق الأجهزة التي يجب دراستها في علم الفسيولوجيا. الجهاز الكلوي البولي يتضمن الكلى والمثانة وطريقة عمل كل منهما. الجهاز التنفسي يتكون من الأنف والبلعوم والقصبة الهوائية والرئتين. أما عن الجهاز التناسلي يتكون من الغدد التناسلية والأعضاء التناسلية. الآن الدراسات الفسيولوجية تقسم إلى دراسات فسيولوجية من ثلاثة أقسام. أولا الفسيولوجيا العامة، يقوم هذا النوع على دراسة الخصائص المشتركة بين مختلف الكائنات الحية كالإنسان والحيوان والنبات. والفسيولوجيا الخاصة، ويقوم هذا النوع على دراسة الخصائص الوظيفية لنوع معين من أنواع الحيوانات أو النباتات. الفسيولوجيا المقارنة، ويقوم هذا النوع على دراسة مدى تشابه الكائنات الحية في تأدية وظيفتها والمقارنة فيما بينها. أما نهاية سنذكر بأن لعلم الفسيولوجيا تاريخا واسعا يبدأ منذ القدم إلى الآن، ولا ننسى أن نذكر فضل العلماء المسلمين في تطوير هذا العلم مثل ما تحدث عنه ابن الهيثم والكثير من العلماء الآخرين. الآن وبعد أن انتهينا من ذكر
المجموعات المختلفة للفسيولوجيا وعلم وظائف الأعضاء، سننتقل إلى الأسئلة. بداية السؤال الأول، وسأقوم بطرح هذه الأسئلة على شكل خيارات متعددة لتعم الفائدة على الجميع، وسأقوم بعد ذلك بطرح الإجابة الصحيحة لكل سؤال منها. أولا، الجهاز الذي يشمل الأوعية الدموية والقلب وخصائص الدم وكيفية وكيف تعمل الدورة الدموية في حالة الصحة والمرض. عفوا، ألف الجهاز المناعي، باء الجهاز الهضمي، جيم الجهاز الدوراني، دال الجهاز العصبي. الإجابة الصحيحة هي جيم الجهاز الدوري أو جهاز الدوران. 2. الدراسة الفسيولوجية التي تقوم على دراسة الخصائص الوظيفية لنوع معين من الحيوانات أو النباتات. ألف الفسيولوجيا العامة، باء الفسيولوجيا الخاصة، جيم الفسيولوجيا المقارنة، دال جميع ما ذكر. الجواب الصحيح هو باء الفسيولوجيا الخاصة. السؤال الثالث، الجهاز الذي يتضمن دراسة الكبد والطحال والبنكرياس وعمل كل منهما وما يخص الطعام من دخوله للفم وخروجه. ألف الجهاز الهضمي، باء الجهاز العصبي، جيم الجهاز الكلوي والبولي، دال الجهاز الدوري. الإجابة الصحيحة هي ألف الجهاز الهضمي. السؤال الرابع، الدراسة الفسيولوجية التي تقوم على دراسة مدى تشابه الكائنات الحية في يد وظيفتها والمقارنة فيما بينها. ألف الفسيولوجيا العامة، باء الفسيولوجيا الخاصة، جيم الفسيولوجيا المقارنة، دال جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة هي جيم الفسيولوجيا المقارنة. بالنسبة للسؤال الخامس، الذي يتكون أو الجهاز الذي يتكون من الغدد الدرقية والغدد الدهنية والجلد والشعر والأظافر. ألف الجهاز العضلي الهيكلي، باء الجهاز التكاملي، جيم الجهاز العصبي، دال الجهاز المناعي. الإجابة الصحيحة هي باء الجهاز التكاملي. هذا وقد انتهيت من طرح الأسئلة. الآن يمكنكم الدخول إلى موقعنا الإلكتروني دوراتك.com الموجود في صندوق الوصف، بالإضافة إلى بعض التفاصيل الأخرى التي لم نذكرها في الفيديو ستكون موجودة في صندوق الوصف لتجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم.